Please, no. Give up. The volume of plasma that is filtered across glomerular capillaries into women's space. Each minute of time, right, is about 120 mL. This is the formula of clearance. Clearance would be equal to the concentration of a substance in urine multiplied by the volume of urine in a particular period of time, one day by length of time. أي حاجة الكتاب بقوله في نقطة معكم نقطة عبارة عن length of time واحدة زمنية. Divided by the concentration of the substance in plasma. And if we take this X is creatinine, that would give the BFR. This is again here, the clearance of creatinine, concentration of creatinine in urine. Volume. Divided by the volume of urine per unit of time, divided by the concentration of creatinine in the plasma. In clinical practice, in mustashfa, many patients حالات عند chronic kidney disease نعمل estimation أو calculation for the GFR. في formula معروفة جدا عندنا اسمها Colt formula. The Colt 40 سامي minus the age of the patient, the singing. Multiplied by the body weight of the patient, kilogram, divided by polystyrene, 270, multiplied by the concentration of creatinine in the plasma, this will be the estimated glomerular filtration rate. The mature file بتاع المريض في المستشفى, الفايل, يعني مكتوب اسمه فكر الفورمولا دي معقوله عشان هو مش عارف فايل وفورمولا شوف الاسم بتاع الجي بار بتاعه من بره بتاع الفايل زي في الولاده مثلا شوف الكلمه كده تلغوه ما عقوش انها البلود جروب اي بوزيتيف او بوزيتيف نيجاتيف وهكذا من الخط بالجر بتاع المارك نفس الحكايه نكتب بار في الفايل حد يعني شوف مثلا واحد عمره 20 سنه وزنه 72 كيلو 72 كيلو ها؟ ال 72 كيلو الوزن ده هتروح على 72 سيرم كيراتين بتاعه بس 1 ملي جرام بير ديسي لتر وش از نورمال 140 ناقص 20 الباقي كم؟ 120 ميل بير ملي للكيب ار بتاعه اسمها بوب روف بوب فورتيو عرفت اسمها بوب كويس برضه من الحاجات اللي مسلمين عارف تعليقها فيا اللي انا بعت لك كانت كويسه جدا Gold. If the patient is having أكثر من 90 ملي per minute per 1.73 متر سكوير هذه المساحة بتاعت الجسم يعني كثير من الناس ما بيشتغلوا بيها يقول لك بس كده على نيته خلاص غلط لا ينسب المساحه بتاعتنا شنو هاب الصفحه بتاعت جسمها واللي هو الشخص الطبيعي تقريبا 1.10 من الزبده خلاص اكثر من 90 نورمال This is stage 1 chronic kidney disease. بس على شرط يكون عندنا حاجه ثانيه غير الدي اف ار هي اللي عامل المشكله. انا عملنا صوره مثلا هي لك حاجه خلاص في عندهم بروتينوريا ها يعني ما بالضرورة كون يكون عندهم كي اف ار بتاعه نور ما عاد ما عندهم كيرش بار ما عندهم كورن كي ديز ليه ستيج ورد كورن كي ديز لازم يكون في ماركر ثاني غير الكي اف ار الكلام ده على الكلام ده الستيج دي على حسب الكي اف ار معروفه في المستشفى دي على تقريبا في العالم كله على حسب الكي اف ار ها قبل ما اكثر من 90 ده عباره عن ستيج 1 كورن كي ديز نورمال ما قلنا 120 لكن في ماركر ثاني في ايفيدنس ثاني عند الكورونا كيني ديس عنده بروتينوريا مثلا عنده بروتين في اليورين عنده الالتراساوند ظهر حاجه مثلا ايوه نعم نعم ايوه نعم
ممتاز، سؤال كويس جدا. الجي اف ار is not the only marker for renal function. It is one of the most important markers for renal function. جاز المشكلة عنده في الرئة الخرشية مثلا. جاز المشكلة عنده في شنو هذا؟ في السكريشن مثلا. جاز المشكلة عنده في البلدر أصلا جاي شنو هذا؟ داخل. لكن الجي اف ار في حد ذاته شنو هذا؟ ما في مشكلة. بشرط في هذه الحالة يكون عندك ايفيدنس على هذه مثلا. ها؟ عندك ايفيدنس على هذه مثلا. الجي تي جيتو مثلا ما بين 60 إلى 89. This is stage 2 chronic kidney disease. You get it 30 إلى 59. This is stage 3 4. You get 15 إلى 29. This is stage 4 5. You get أقل من 15 ملي per minute. This is stage 5 وده الاتيشن تبعنا له دياليسيس. من آخره بس. نطلع نضيف الكمية على المستشفيات العامة. الفيجرز دي على حسب يونايتد كينجدوم بريطانيا كرونيك كيدني ديزيز جايد لاين. جايد لاين وقتما هيقدموا السيمينار يكتبوا الحكاية دي كويس جدا. ده هيكون الريفرنس الأساسي اللي هيعتمدوا عليه في الفيجرز بتاعتهم. نفس الفيجرز موجودة في كتب الميديسين. هتفك كتاب ميديسين تلقاو الكتب جايه الفيجرز من هنا جايبوها من الناس دي. يعني كتاب ميديسين اللي هو بين الفتره في سنساسا تفتح الكتاب تلقى نفس الفيجرز دي لكن هم جايبين اصلا الجماعه دي. The United Kingdom Chronic Kidney Disease Guidelines. ده اذا كان اقل من 15 ملي بير مينيت بير 1.73 متر سكوير ده البيشنت لا تستقيم الحياه بتاعته إلا بالغسيل أو الزراعة. The life of the patient cannot be survived without dialysis غسيل or transplantation زراعة. واحد من الناس. سميوه في المستشفى end stage renal disease. What if you write end stage renal failure? يصل لهذا المستوى لان كل الان ما لحد جه ما في غسيل لحد 15 متر مليون ما في غسيل. بعدين شوف لو لاحظت حتى لما تجي هنا في ايدي هنا كده يعني في ايدي هنا في 60 تعدي 89 ممكن كمان هنا 30 يعني في الحدود دي هنا كده وقت الجديد الكرياتين ذات ما وقت الجوع عالي. نعم الكيدني عندها درجة بتاعة الكونسيشن عالية جدا. لو في دمج للكيدني كاملة ما شغال. الكيدني الثانية تخلي الأمور ماشية بطريقة طبيعية جدا. ونلاقي هذا الفكرة بتاعة الإنسان ممكن يعمل هنا شو هذا؟ يتوقع عليك فكرة جاية جدا أصلا. كنت بتاعة الكفار تقول ليه؟ The amazing capability of the nephron for hyper for compensation. يقول لك عندها مقدرة عالية جدا على أنها هي شبهها حتى لو يقول لك it is an interior organ. ما بقول لك الله طبعا الله ما يعلم ها يقول لك it is an interior organ. ذكي يقول لك عضو ذكي. طيب الثاني ما كان ذكي بعض دي ما كان ذكي. Interior organ يقول لك لأن المقدرة بتاعت الكومبنسيشن عندهم عندها ماذا؟ عالية جدا. بالتالي هنا واحدة من الأشياء الأساسية اللي بنعملها طوال في المستشفى للزول اللي عنده chronic kidney disease we have to determine the stage of the chronic kidney disease. بإجراء بس كل اللي هنعمله هناخد بدو عين بتاع الدم نشوف فيها كرياتين ونقدم الفورم من هنا بس مش بعدين المستشفى يشوف فايلات تلقى الفورم دي مكتوبة ويقول لك الجي ام ار بيساوي كذا بدون الفورم دي طبعا الإجابة الفورم الإجابة على الحاس كثيرة جدا سبب فيها 140 و72. طيب دكتور ممكن يصير في كدني واحدة كرونيك كدني ديزيز؟ لا لا الكلام ده زي ما قلنا زي ما قلنا الكلام على البوز كدنيز جي اف ار 120 بتاع الكلام ده
الاعتقاد تكمل مع البوز كيدنز الاثنين عشان سيستم. ما عنده عنده واحد يكون كله ما شغال، ما في مشكله. لانه لو الجي اف ار نزل بمعدل النص، لما تاخذ سامبل من البطيخ الكرياتينين واليوريا تلقاه نورمال. ما تقدر تتبعه الا لو الجي اف ار نقص من اقل من 50. عشان كده جاي تقول انك انت ممكن تعمل هيك اشتهار تدي في الوقت، لان واحد ممكن تشعر فيه. These are the stages of kidney disease. كل واضحه جدا متفق عليها تقريبا كده. انت بتاع اي كتاب بتعمل دي ستة بتجيب اللي هو. يعني في جلسه لكنه جايبين لها. عشان كده الحته دي هنا احيانا بنقول عليها رينال انسفشنسي. كتاب بيقول لك كرونيك رينال انسفشنسي قاصد من فشل اثنين وثلاثة وأربعة بس مع التفاوت بتاع الديجري بتاع القصة في شاسس شكلها هنا كده ستيج برين الفيلر لازم دياليسيس أو ترانسبلانتيشن الاثنين يسموها بعض رينن ريبليسمنت ثيرابي ار ار تي رينن ريبليسمنت رينن ريبليسمنت ثيرابي ار ار تي رينال طيب ناو كم هي اللاست بوينت اللي حتكون خلاص بعد الكلام بتاعنا بيست امبورتنت فانكشن اوف ذا كيدني فانكشنز اوف ذا كيدني فانكشن اولانيه Regulation of extracellular fluid osmolarity. Osmolarity of the extracellular fluid. This is the first function. Function number one. They are all important functions. كل الفانكشن عبارة عن فانكشن حساسة جدا. تحافظ على الأوسمولاريتي. زي ما عارفين الأوسمولاريتي قبل كده قلنا عبارة عن discrete particles in 1 liter of solution or 1 kilogram of solution. ايش معنى قلنا الاوسمولاريتي؟ لانه لما نضبط الاوسمولاريتي هنضبط الحركه بتاعت السوائل من داخل الخليه وخارج الخليه. فالريجوليشن بتاع الاكستراسيلر فلويد اوسمولاريتي هيؤدي الى ريجوليشن بتاع الاكستراسيلر فلويد فوليوم. مش كده؟ لانه الحركه حتى ما انت الدريبات الحركه كلها معتمده على ايش تقول؟ على الاوسمولاريتي بتاعت الاكستراسيلر فلويد هاي اوسمولاريتي. الفوليوم معتمد على الاوسمولاريتي بتاعت الاكستراسيلر فلويد فوليوم. فالفيز important function of the kidney. The regulation of the extracellular fluid osmolarity. وبالتالي regulation of the extracellular fluid اللي شو هو اليوم. يعني انت لما تيجي مثلا الشخص الطبيعي the normal volume of urine is about 1 to 1.5 of a liter. عن الشخص الطبيعي في اليوم في 24 ساعة مفروض يطلع 4 ولا 5 وحدات زي دي أو 36 52 مش كده؟ 52 ها؟ 600 يعني 2 من 2 اللي كم؟ لا لتر ونص ها؟ واحد فور لتر 1 تو 1.5 اوف لتر لتر فولي بتاع اليوم الشخص الطبيعي بيكون هذا مفهوم الكلام؟ هتلاحظ في البيشنس اللي عندهم كورونيك كيدني ديزيزز عندهم مشاكل واضحه جدا في الموتر والالكترونكس. البيشنت جايز يجي دي هايدريتد وجايز يجي اوفر هايدريتد الاثنين ممكن يعتمد على الديزيز مش عارف اقول لك يعني ممكن يجي اوفر هايدريشن جسمه مليان مويه لانه ما قادر هنا شو ما قادر يرد على المويه عنده الكاس فيها مشكله وهتصل الحكايه لحد ما يحصل له هنا شو بالمونري بالمونري ايديما هاي بعض مرات حد بالمونري ايديما واحيانا في البدايه بيجي من كميات كبيره من البول. ليه؟ لانه in the very beginning of coronary بتكلم عن coronary kidney disease بس ما جبت سير الاكيوت في حاجه ثانيه اسمها acute kidney disease. بتكلم عن coronary kidney disease. لانه في البدايه بتاعت coronary kidney disease الكدني بيكون عندها مشكله في الديجري بتاعت الكونسنتريشن اوف يورين. الكدني كان نوت كونسنتريتد يعني مثلا واحد صايم في رمضان
الكلاوي عندها مقدره انها تكونسنتريت اليورين بحيث انه يخليه يطلع كميه من البول مالها قليله جدا لكنها محتويه على كل نصف بوكس. بيشنز بس كرونيك كيدني ديزيز وده الحاصل في السيناريو بتاعه. بيشنز بس كرونيك كيدني ديزيز ان ذا فيري بيجيننج اوف ذا ديزيز الكيدني ما بكون عندها الابيلتي على الكونسنتريشن. خلل كثير في هذه الحاله ما عندها الابيلتي على الكونسنتريشن بتاع اليورين. وهذا بتطلع هنا شنو؟ بتطلع هنا كثير في البدايه. بعد ذلك ترجع المساله تصل العكس. واضح الكلام؟ من ذنب التفاصيل. كده خد الحكايه في بالك. انه البيشنت ممكن يكون عنده اوفر هايدريشن ولين عندهم قابليه انه يحصلوا كده شنو؟ اذا بارتنر قديمه لانه المويه اصلا ما قاعد شنو؟ ما قاعد تطلع. لكن جايز ايه في البدايه بتاعت الكورونيك كيدني ديزيز او لو حصل له اكيوت اون توب اوف كورونيك ممكن يجيبوا كتير. لان الكلام ما قادر تعمل هنا شبه ما قادر تعمل كونسنتريشن بالنسبه له. فهنا ذا ريجوليشن اوف ذا اكسترا سيلولار فلويد فوليوم اند ذا ريجوليشن اوف ذا اكسترا سيلولار فلويد اوسمولاريتي. الاوسمولاريتي بالنسبه لي في الكلينيكال براكتس مهم جدا. يعني لازم انت شنو؟ تعمل لها استيميشن. لازم تعمل استيميشن للاوسمولاريتي. كلمتكم قبل كده في البودي فلويدز ولا ما اعرف الاولاد اديتكم فورميولا ها؟ طبعا الاولاد هنا اديتكم فورميولا اديتكم فورميولا لحسابات عثمان صح ولا ما صح؟ لا لا مشكله. انت عندك اثنين تايمز الصوديوم كونسنتريشن اللي مول بير ليتر ازاي؟ كونسنتريشن اوف جلوكوز بالملي جرام بير ديسيليتر واقسم على 18 زي الكونسنتريشن اوف بلود يوريا بالملي جرام بير ديسيليتر واقسم على 2.8 من 10. عندنا اكسبلانيشن 2.8 من 10 او 18 تكون عندنا اكسبلانيشن ها تاخذها في براتك خلاص خلاص. انا هو عمل بير هنا كده جيب الطفل الثلاثة مع بعض بعمل استيميشن للاوسمولر بتاعت البيشن. يعني البيشن لو جاي شايل الجلوكوز وشايل الصوديوم وشايل اليوريا بقدر بغدر باستيميشن كالكوليشن ما بجيب سريعا بس عندي يعني بقى الاوسمولر بتاعت البيشن افرض 140 نورمال نص بعض نورمال 2 في 140 بكم؟ 180 نقول الجلوكوز مثلا يا 180 ملي جرام بالدي سي نورمال ولا نورمال؟ لا فاستك نورمال تكون جديده نورمال لا اي حاجه فاستن بلد جلوكوز نيجي نورمال لازم يكون قريب لكن السيستم الجديد كاس 70 ل 110 ل 120 لا فاستن بلد جلوكوز لو حصل 100 لازم امبير فاستن بلد جلوكوز في المشكله. امبيرد فاستنج جلوكوز. لازم يكون في خلاص؟ نقول طلع 180 مثلا، كان سعيد بالحسابات. 180 على 18 كاس. 280 كاس 86. اليوريا يقول طلع 14 ملي جرام في الجسم. خلاص؟ 14 دي هنا وعند 28 شيل دي كده. كم؟ 14 هتكون 140 على 28 طبعا كم؟ تطلع في اصلا تطلع في حدود يعني 290 يعني 82 من 10 دي 82 من 10 لما نقسم 14 على 82 يطلع زي 25 ونجيب 280 و6 و291 اصبرت اصبرت تعمل استيميشن للاصبرت في المعادله ها؟ السنة اللي فاتت في اخواتكم في الاختبار ان اليوم حاجة زي كده جلوكوز 108 وده 180 وده 108 والدينامو قطار خمسة احتمالات من ضمنهم 290 عارف القانون طوالي من بعد زي ان اول ما شفت الحاجة الثلاثة دي بتقدر تغذي العثمان اللي بعد الاكسترا سيل اللي بتقدر تعمل كشف يعني جيت انت كلمة حتكون عارفة ما فيش مهمة جدا. The third function
the regulation, the excretion of waste promotes of metabolism. Excretion of waste promotes of metabolism. كلمة waste promotes of metabolism قصدي بها تحديدا الكرياتينين واليوريا عشان موضوع الكلام الحسن. ودول الاثنين من الانفستيجيشنز الاساسيه في البيشنت اللي عنده كرونيك كيدني ديزيز. خلي بالك انا بتكلم الان عن الفانكشن مع المانيفستيشنز طوال بعد كرونيك كيدني ديزيز، كل واحد لكم حلقه اوريك على غير الديزيز. انت في الميتابوليزم في ماس بروس طلع، ابقى ده الكلام. وقلنا كرياتينين ودي الفكره حسبنا الكرياتينين كثير عشان نعرف الافيشنسي بتاع شبه بتاعت الجي اف ار. عشان نعرف الافيشنسي بتاعت الجي اف ار حسب الكرياتينين كده بس. وضمن الكرياتينين رود يوريا والكرياتينين. دين الاثنين فيري امبورتنت اسبكتس. في كمان عندك اليوريك اسيد برضه بيعملوا في الفحوصات تقدر البيشنت اللي عنده كرياتينين وعنده يوريك اسيد وعنده رود يوريا ها دين عن دين من الجزء الفحوصات اصلا مفروض تعطي كده كده. في مشاكل في الكلام التركيز بتاعه حيكون ايش بقى؟ عادي كم يوريا نورمال؟ يعني بالكثير حوالي 50 ملغ في الديسيليتر. بيش الغدية بيبغض يوريا بتاع كون الكيدي ديزيز 450 حاجة كتير جدا. يعني كلاوي ما يديها ايش بقى؟ كرياتينين بتاعه حوالي 9 كم الكرياتينين النورمال؟ واحد بالكثير 1.2 تاني يبقى 3 4 5 تطلع احسن مشاكل. ها؟ لان الكيدي ما كان. واضح الكلام؟ طيب انت بس في الوقت دي جاي للميتابوليزم ده واحد من واحد ما بياكل ولا مش بيقول انه بول ايه بول بول ده مويه يقول ليه؟ عشان الويست بروكس اللي جاب تطلع وأقل حجم من اليونين يسمع بخروج الويست بروكس اوف ميتابوليزم حوالي 300 الى 500 مليون. يعني الشخص الطبيعي لازم يقول في اليوم خلينا نحط حاجه في النص حوالي 400 مليون. ليه؟ لانه 400 مللي دي عباره عن المينيمم فوليوم ذات الاوز اكسكريشن اوف ويست بروموشن ميتابوليزم. اقل حاجه اقل حاجه 400 دي اقل حاجه اسمه في الديزاين حجم البول الاضطراري اوبليجاتري يورين فوليوم. اوبليجاتري يورين فوليوم. اوبليجاتري يورين فوليوم على هذا الاساس اي واحد في المستشفى نلاحظ انه بيطلع من البول اقل من 400 مللي we have to investigate the patient for the possibility of chronic kidney disease. قاعدة عامة. ما كانش لا. حتى لو ما بيشرب ماي صايم فاصلة لازم يكون عندي كيدي. لأن بالويست والله ما بتطلع إلا جاي. لازم لأن بالويست والله ما بتطلع الا في هذا الحجم. عشان كده بينما قلت لك هنا بلازما وفيها الماده سبستنس اكس ما تطلع الا اذا كان اصلا في شو هم؟ المواد المواد تكون عباره عن مقبله دائما في البلازما. But the minimum volume of urine اقل حجم من البول that allows excretion of waste products of metabolism هو عباره عن شو هم؟ هو عباره عن شو؟ بس الموضوع بيجسر يوزن فوق يبين عندك فانكشن داتا اكسكريشن اوف ويست اوف واتس ايه بترتب على كده if the patient is having chronic kidney disease the concentration of urea is high the concentration of creatinine is high the concentration of uric acid is high. The fourth function exogenous substances. نفس الكلام secretion اللي هتيجي بقى the exogenous substances. The excretion of first products of endogenous metabolism in exogenous substances. Exogenous يعني شو؟ يعني اخد طلب مثلا.
ضرب عضلي تابس خلاص اخذ تابس في ميتابوليزم ولا ما في؟ في توكسيك سبستنس ولا ما في؟ دي اكسكريشن اوف اكزوجين سبستنس اوف ميتابوليزم ذيس اجين امبورتنت فانكشن لذلك المريض بتاع كرونيك كيدني ديزيز لما تيجي تكتب له اي دواء بيكون عندك حاجه شديد جدا انك حاجه شديد جدا ليه؟ لان القلاوي هي عبارة عن المصدر الأساسي عشان تتخلص من التوكسيك سبستنس اوف ميتابوليزم. فلو كان الكلى بتاعته ما شغالة، كانت تبقى صعبة جدا. من باب أولى لو كان الضغط اللي أنت حتدي له أصلا بيعمل هنا شنو هذا؟ توكسيسيتي للكلى. من باب أولى لو كان الحاجة اللي أنت حتعمل دي أصلا بتعمل توكسيسيتي للكلى كمان تبقى حكاية صعبة. حتى لذلك البريسكريبشن يعني كتابة روشدة للزول اللي عنده مشكلة في الكبد الكبني نحن نفتكر انه لازم الاخصائي يمكن يكون اخصائي بتاع كلاوي ويعرف يكون جدا حصش لانه المواد السامة في اي دواء في النهاية حتطلع عن طريق الكلاوي ونحن نقول مشكلة كبيرة جدا. فانكشن اللي بعد كده مهمة جدا مرينا عليها قبل كده يعني ذا بي اتش كلاوي مهم جدا هناخد محاضرة إن شاء الله لحالة عن الـ pH. The regulation of the pH. ملخص الدور بتاع الكلاوي في العملية بتاعة الـ regulation بتاعة الـ pH الكلاوي بتحافظ على المستوى بتاع البايكربونات البلازما. لطرق متعددة جدا مع بعض الأحسن. بتحافظ على المستوى بتاع البايكربونات البلازما. لذلك الـ patients اللي عندهم chronic kidney disease they are likely to develop metabolic acidosis. They are likely to develop metabolic acidosis. لأنه من العمليه metabolic acidosis لأنه عندهم نقصان في شبهة البيكربونات. وليه metabolic؟ لأنه سبب البيكربونات. وأي حاجة سبب البيكربونات عبارة عن شبهة metabolic وأي حاجة سبب الكربون دايكسيد عبارة عن شبهة عبارة عن الإسبان. حتى لو عبرت بيجوا لأول مرة من metabolic acidosis. ما هو من الحكايه صعبه جدا لا لان الكلام اللي عملته كبير جدا في البي اتش فانكشن اللي بعد كده وخدناها قبل كده ما هنقول فيها كتير اندوكراين فانكشن اوف ذا كيدني الكيدني عباره عن لان كلاسيك اندوكراين اورجن عباره عن لان كلاسيك اندوكراين اورجن والاندوكراين فانكشن بتاعته متمثل في اشياء كثيره جدا نمره واحد الرينين and intensity of the steroid system. لأنه الرن طالع من وين؟ طالع من الكلام. خلاص؟ وفي الحالة بتاعت الكرونيك كيدني ديزيز هنعرف تعرف اللي قدام إن شاء الله كيف؟ في الحالة بتاعت الكرونيك كيدني ديزيز بتحصل ستيموليشن للرن and intensity of the steroid system. عشان كده البيشنت اللي عنده كرونيك كيدني ديزيز is likely إنه يكون عنده هنا شو ها؟ عنده هايبرتنشن. كان قالوا كويس جدا. وكل ما زاد الارتفاع بتاع المستوى بتاع الضغط بتاع الدم كل ما اضعف الفانكشن بتاعت الكلوة اكثر وكل ما ضعف الفانكشن بتاعت الكلوة اكثر كل ما زاد الارتفاع بتاع الفانكشن بتاعت الكلوة اكثر حكوتي في حاله هي شو لذلك بقول الدكتور شنو؟ لو اليوم لما ننتقل البيشن بتاع كورونا الكلوة اللي سجل عندها ريبتيشن يو هاف تو ريديوس ذا بلوك بريشر كوميونيكيشن وبقول له لو نايم معاك في المستشفى اقل حاجه تو ميجر ذا بلوك بريشر توايس بير داي صباح والمساء يعني احيانا كنا نرجع المساء بس مخصوص نقيس البلد فيه ونمشي نتاكد البلد فيه مظبوطه لانه اي ارتفاع في الارضيه من البلد فيه حيؤدي الى مور ديتريوريشن في الرينال فانكشن واي ديتريوريشن في الرينال فانكشن حيؤدي الى مور هنا شو انكريس الارضيه من البلد فيه عشان الهايبرتيشن وثيق جدا عنده علاقه وثيقه جدا مع هنا شو مع الكرونيك كيدني ديزيز This is one of the endocrine function of the kidney and the domestic adrenaline and utensil of the steroid system. الرينين ظاهر، لكن في نهاية طلع الجوتنسل. لكن قلنا رينين and utensil of the steroid system. ما قلنا رينين. قلنا رينين and utensil of the steroid system. الجوتنسل هرمون. الرينين ظاهر، لكن في نهاية ما قلنا رينين. قلنا رينين and utensil of the steroid system. الجوتنسل هرمون. الجوتنسل هرمون نظر امبورتنت اندوكراين فانكشن قلت لكم قبل كده الاستروبويدين
كلاوي بتطلع على الاريثروبويتين، والاريثروبويتين طالع منين؟ من الكدني، في شويه طالع من الدم، عشان كده اسمه الثاني اللي بنحبه في الفيزوري رينال اريثروبويتيك فاكتور ار تي اف، رينال اريثروبويتيك فاكتور ار تي اف، رينال اريثروبويتيك فاكتور ار تي اف. ده هو عبارة عن الدينامو المحرك لتكوين كريات الدم الحمراء. بالتالي البيشنت اللي عنده كرونيك كيدني ديزيز الضايف من يكون عنده انيميا. عنده انيميا از يوجوال نورموسيتيك نورمال كرونيك انيميا، مرات بتكون نورموسيتيك هاي كرونيك. انيميا من العلامات الأساسية اللي موجودة في شنو؟ حتى البطايا يفتح له اي زول الجي اف ار بتاعه اقل من 60 مللي بير مينيت هي هاز تو بي كونسيدر فور ذا ادمنستريشن اوف الريبورتنج. يدونه في المستشفى عملية الريبورتنج الان موجود، ها؟ جاي بحيث بعد الريكومبيننت تكنولوجي دي ان اي تكنولوجي غالي جدا. يجيب بيشنت اللي عنده الحمى بتاعت الريبورتنج مرتين وثلاث مرات في الاسبوع بشكل بس. احسن احسن حاجه فور ذا انيميا of renal disease of chronic kidney disease is the application of this. الآن طبعاً في تحفظات شديدة جداً في الأمر. لأن الأنيميا في الرينال في chronic kidney disease عندها أسباب كثيرة جداً. السبب الأولاني التوكسيك سبستنسز الموجودة المادة اللي بتطلع بتعمل ديبريشن للبومة. مو الكلام؟ يعني توكسيك من السبستنس المفروض تطلع تمشي وتعمل ديبريشن للدور وده السبب الثاني. السبب الاولاني اصلا ما في الاريثروبويتين، لان الاريثروبويتين اصلا طالع من وين؟ طالع من السبب الثاني. حتى لو البون مارو عمل الار بي سيز التوكسيك سبستنسز بتنقص اللايف سبان بتاع الار بي سيز وبتبتدي تتكسر بسرعه جدا. فحتى لو اديناه دم التوكسيك سبستنسز دي ذات ايش بقى؟ هتاثر على الانسان. ذا بيست ثينج for a patient with chronic kidney disease الانيميا بتاعته من ياخذ ايش بها؟ الريبورتنج موجود حسب المستشفى كده ريكومبينان في هيومن الريبورتنج بالدي ان اي تكنولوجي ده مهم. هيستفيد هيستفيد لانه الان الريبورتنج الان هيكون هو اللي هيشغل العمليه بتاعت الديسروبويس الثاني. طيب وين التوكسيك سبستنسز؟ وين التوكسيك سبستنسز؟ في بشر مستاني شغال موجود بالذات كان بياخد دياليسيس. استفيد كده تاخد دياليسيس على بال ما في الكون بيجي معالج دياليسيس مش كده؟ نعم يعني ما بس بس ما خلاص في حاجات ثانيه موجوده. ها لو احسن حاجه تعملها انك تديله الاشراف تديله الديسروبويس ده وجهه. والجلد ده فيها مشكله بس في يعمل عنده اصلا كمان هايبرتنشن ما حاجه كويسه. دي حاجه ثانيه ما حاجه كويسه يعني واصل عنده هايبرتنشن وكمان وجلد وكده يعمل له بالاضافه للمشاكل الكثيره اللي بتجي في الشباب من النقل بتاعك. This is again endocrine function. النقل endocrine function قلت لك قبل كده الكدني بتطلع على اكتف فورم اوف فيتامين دي مش كده؟ ما قلت لكم اخواتكم اللي كانوا لكم السيميلار بتاع ريفتس ما قالوا لكم الفيتامين دي بيتكون كيف؟ من الصن نستخدم دي هذا الكوليسترول مش كده؟ يطلع بعد 25 هيدروكسي كورتيزول ويمشي على الكلام يبقى شنو؟ 125 داي هيدروكسي كورتيزول ده عباره عن شنو؟ هاتي فورم اوف فيتامين دي ايش هيعمل؟ هيعمل هايبر كالسيوم هيساعد على الريابسورشن بتاع الكالسيوم في الكدني وقبلها بيساعد على وصول بتاع الكالسيوم في الجي اي تي مع انه بيعمل صوت بتاع الكالسيوم. عشان كده البيشنتس اللي عندهم كدني كرونيك كدني ديزيز عندهم ايش بقى؟ هايبوكالسيميا كالسيوم بالمرمات شوف اي فانكشن تربطه طوال الحياه هشوف العيان. عشان كده البيشنتس اللي عندهم كرونيك وبيجونا بنديهم ايش بقى؟ بنديهم كالسيوم بيجونا بنديهم ايش بقى؟ ها؟ ها؟ بيكون عباره عن اسمه لازم دي هي برضه ايش بقى؟ اثنين دخلاء فانكشن
فانكشن تاني أخيرة جلوكوليجينيسيس اسمها طوال في حالات بتاعت الاسبرميشن بالذات الاستهلاك بتعمل كده الكيدني تقدر تعمل فورميشن اوف جلوكوز فروم نون كاربوهيدريتس واضح يا اخوان؟ شوف خلي بالك كويس جدا الفانكشنز دي كل واحدة تحاول ترجعها يمشي في السكين بتاعتك. أنا بداية بسرعة بس في دقيقتين طلع ورقة وقلم اسمك و الغرض بتاع الجلوس بتاعك ولا ايش الجلوس اللي عنده الجلوس والجيب يوتيوب كويشنز عشان بعدين ما يكون عندنا وقت. ها؟ كل مرة تجي معاك الورقة دي. ها؟ ها؟ ورقة دي معاك كل يوم عشان بعد ثلاث اربع حصص نشيل الطوال لانه ورقة دي ورقة بتاعت فورم اسسمنت اللي بيجي هم يصير الطوال. اوكي. اكتب الجروب بتاعتك عشان بعدين تساعد اخواتك في منصة الترجمة. السؤال كويس جدا والسؤال السؤال دائما يعني يجيك سؤال ام سي كيوز انا بتبنيهم زي سطرين كده كلام مقدم السؤال هو مقدم هيكون محتوى بتاع السؤال معتمد على سطرين فهم الكلام؟ هذا يسموه ذا بيجنت يعني لازم تكون سيناريو صغير كده معلومه وبعدين يجيب الاسئله الكلام طبعا الطالب من حقه يطلع على الخطه بتاعت الامتحان الكلام ده بيجيب يعني ها الطالب من حقه يقول له يا اخي انا عندي بيت 50 سؤال مثلا لو اقول مثلا كارديو باس والله غالي منها في سؤالين نتكلم عن التشخيص بتاع الميوكارد في ثلاث أسئلة بتتعلق بالتريتمنت بتاع الميوكارد في كذا بالطريقة دي خلاص؟ يعني تقريبا غير ده علاقة بالعين بعض المقامات هو عارف هو الحكاية دي ليه؟ لأنه أصلا ما في زول ليلة الامتحان بيقرا المخرج ما في واحد في ما انا لو جيت امتحان تعرض في زون ما بنجح مصر وين ما اصبر لان ما ذكر لكم فرق انتم ذاكرين وعندكم معلومات احسن مني في معلومات انت لازم في النهايه لازم تبقى شهر لازم تشوفها تكون عارفها وما يمديك اصلا تعمل كفر لكل المعلومات دي في الامتحان لازم انا ما بقدر بعدين اسوي كده بتعمل ما بقدر عليك وبعدين تعجبني تقرا اشياء وما يبالك يسالك انا اقول انا دارك في الامتحان ما عشان الامتحان عشان تمشي المستشفى تستفيد من الكلام ده ما فيها مشكله هيجيب لك سؤال في المقام اللي فاشل مو مشكله بس هيجيب لك سؤال بدون على الفهم بتاعك لذلك حتى لو جيت خاش في الامتحان الكتاب بتاعك ما عندي معنى لا تفتح كده ما تفهم مشكله لا تفتح كده ما مشكله فده من حقه يطلع على الخطه العامه بتاعتك سامعني تعالي الجواب على سعيد هاي عشان ايه يا جماعه؟ يلا اكتب 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 اسمع يا اسمع اسمع السؤال ما حافظه عشان ما خليك تركز معاك كويس The kidney is playing a very important organ in homeostasis. يعني الكبار معانا شو؟ لفت انتباهك ان الدور بتاع الكدني في العمليه بتاعت الهوميستيسيس معلوم؟ عالي جدا. فرصة. The most important function of the kidney is. The most important
important function of the kidney is regulation of arterial blood pressure. Okay. Regulation of arterial blood pressure. A. B. Production of red blood cells, RBCs. C. Excretion of waste products of metabolism. Of waste products of metabolism. D. Regulation of hydrogen ion concentration. E. Regulation of sodium concentration. خلاص يا اخوان انا تحكي قلت لكم في الاول اعطينا البلوت بريشر هيموجلوبين pH ويل توصل ميتابوليزم و هيدروجين كونسنتريشن اوف صوديوم سي 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 ليه؟ لا 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 الصوديوم ده ما جالس في شنوها؟ البلازما. الريجوليشن بتاع الارتيريال بلود بريشر او هرمون قاعد وين؟ في البلازما. الانزرفويد قاعد وين؟ في البلازما. الهايمن كونسنتريشن قاعد وين؟ في البلازما. الويست بروس قاعد وين؟ في البلازما. شكله اسمه ايه يا ابني؟ طيب السؤال الثاني. A patient with chronic kidney disease. A patient with CKD, CKD, chronic kidney disease. With GFR estimated 10 ml per minute per 1.73 meter square. حتى 1.73 متر سكوير دي بالنسبة لنا عندها تيشن كيربس. نذكر كده الحكاية دي لازم تكون بطريقة. ده غلط بالمسألة. هو الكلام هو يعني كم كي ما أقول لك 1.73 مش كده؟ أنت تقول دي ذاكرة ليه؟ عشان نذكرك. بس أنت ما شغال بالكلام طبعا، هل تخلص مع هذا التبيان؟ 1.73 متر سكوير. هنا مهم. بيشن في السي كي دي اللي هو كورونيك كيدي ديزيز. The GFR is about or is 10 ml per minute per 1.73 meter square power arterial blood pressure 210 over 100 210 على 100 ملغ بر ديسيليتر 210 على 100 ملغ بر ديسيليتر هيموجلوبين concentration 4 جرام بر ديسيليتر وقاعد قدام في قاعد قاعد كيف كيف تعمل لا بيشنت بس كورونا كيدني ديزيز جيب بار بتاعه 10 والارتيريال بلود بريشر بتاعه 210 على 110 ولا 100 ما ما بيخاف 110 210 على خليها 110 210 على 110 هيموجلوبين 4 جرام بير ديسيليتر pH 7.25 low يعني بدأ سدوسي بعد ما أقول بدأ سدوسي 7.25 low يجي تاكل
خلاص انت هنا the best course for this patient من أسر حياة عمل المريض ايه immediate collection of pH أول حاجة نخلي بالنا منها نظبط الـ pH خمسة ها؟ 7.25 immediate collection طيب نعمل لك سبعة ممكن؟ pH سبعة البي اس 7 من غير العلاجات الكلام كويس زي كان حاجه كويسه هو البي اس 7 البي اس 7 7 مره 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 7 immediate correction of pH هاي واحد B immediate reduction of arterial blood pressure immediate reduction of arterial blood pressure B C blood transfusion هذه هي المشكلة ها blood transfusion بدون transfusion D recombinant human erythropoietin شركة من حق الإرثروبويتين يسيب ولا دي D من واحد يقول ايش هو؟ كوريكشن ادابتيشن ومن اثنين؟ ادابتيشن ثلاثة وأربعة بتاعت الأنيميا واحدة بلور وضاعة هنا شو وضعها الديور كومبليت ايرثروبويد اي رينال ريبليسمنت ثيرابي ار تي اول شيء تسويه كورس معناه ده افضل حاجه ليه اللي هي اللي هي الريشن اوف بلاد بريشر ايه ولا ايه 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 كورس يعني بالعربي ما كورس كورس يعني ها لا يعني اول شيء العلاج يعني رعايه افضل شيء افضل شيء هي هي ليه نبدا باي فينيشن ليه؟ عشان لانه عنده فينيشن حتى لو عندنا ايوه هعرف اصلا ده حياته لا تستغيب الا بشنوها بعد الدرس ده هو مشروب بفكر في الاشياء طب ليه يعني تعمل لي سؤالين؟ هو جاي انا بسؤالين عشان انا لا كل مره تجيب عقل الورقه